من أشهر البراكين اللي يحكون عنها خامدة اللي هو يسمونه بركان قعر عدن. صحيح. نعم. هل فعلا اللي يقال عنه أنه هذا أعظم بركان في العالم؟ أي بركان قعر عدن، البعثة الإنجليزية عام 1960 درست المنطقة. طبعا تاريخيا عدن تعرضت لبركان قبل ملايين السنين وتشكل قعر عدن، فعدن الآن عبارة عن منطقة مقعرة مثل الحوض، مثل الحوض، وتقبع عدن على بركان خامد. لكن البركان هذا قيست الطاقة الموجودة وقيست كمية التبركن الماجما أو الصهارة الموجودة فيه، وجدت أنه يعادل ملايين أضعاف أقوى بركان حصل في التاريخ. أقوى بركان حصل في التاريخ كان في جزيرة كراكاتوا في إندونيسيا. أيوة، في إندونيسيا عام 1883. هذا البركان سمع صوته من 5000 كيلو، ونزل المدينة 15 متر تحت سطح الأرض. مات كل من في المدينة 60,000 نسمة. هذا ملايين ضعف إذا، وبالتالي هذا الطاقة تكمن هنا، يعني كم طاقة هائلة جدا ما حد يقدر يحددها بالضبط، ولكنها هذا هو اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى. كيف من ذكره النبي من علم؟ كيف الحديث ذكر في الحديث علامات انه نار، نار ما قال بركان، تخرج من قعر عدن تسحب او تجر الناس الى المحشر، ارض المحشر. يعني الارض، يعني النار اللي تبي تكون من اخر الزمان تبي تخرج من قعر عدن. ايوه بالضبط، من هذا البركان، من هذا البركان قعر عدن. هو البركان هذا هنا هو رئيس البعثة الملكية البريطانية. ايوه، لما درسوا هذا في صحيفة في عام 79 بريطانية ذكرت أنه هذا البركان أو البراكين الحالية ما هي إلا ألعاب نارية عند هذا البركان. هذا صحيح الكلام؟ هذا هو البركان، هو أي بركان آخر في الطبيعة الآن لا شيء مع الطاقة الناجمة عن هذا البركان العملاق هذا. طيب ليه هو خطورته؟ لأنه متصل في لب الأرض. يا سلام، خطورته كالتالي. ليش؟ ما يختلف على البراكين الأخرى. البراكين الأخرى مرتبطة بالطبقة لين تصل إلى 15 إلى 20 كيلو بس. البركان هذا مرتبط بمركز الأرض إلى عمق 6371 كيلو. 6371 كيلو عبارة عن حديد ونيكل في عند درجة حرارة 6000 درجة مئوية. فهذا عبارة عن قنوات مائية، قنوات ماجما اللي من هذا مربوطه بقعر عدن. حتى هنا المشكله تكمن، لان وجدوا انه ما هو مثل البراكين العاديه انه متصل بالطبقات. لاحظ الحراره 6000 درجه مئويه، يعني انت الان في حاجه الى تغذيه. يعني البركان اللي اي حصل بركان في المدينه منين يحصل؟ كيف؟ حتى ما في، ما وجدنا مصدر. منين مصدر؟ في البحر الاحمر اللي هو البحار اللي فيها البقع الساخنه اللي ذكرتها قبل قليل. لاحظت الآن؟ هذه النقطة الأساسية اللي ذكروها البعث، وهذا صحيح. لأنك إذا وجدت البركان كل ما يتعمق أكثر، كل الحين ما الحين نهاية عمق الأرض 6000 كيلو، 6371 كيلو مركز الأرض. هذا مركز الأرض، حديد ونيكل في حالة صلبة، ومن 2900 ودرجة الحرارة 6000 درجة مئوية. 6000 درجة حرارة، أي درجة مئوية. وفوقه حديد ونيكل سائل ولا سائل. صلب هو المسؤول عن مجال المغناطيس الارضي. هذه اللي تسمى لب الارض او نواه الارض. لب الارض ينقسم قسمين، من 2900 الى 5100 ومن 5100 الى 6371، كلها حديد ونيكل، بس اللي فوق سائل واللي تحت صلب. اللي تحت او العكس؟ لا شلون؟ صلب تحت، الصلب تحت. اي طبعا، وفوق سائل. مو الحراره اكثر تحت؟ الحراره تحت اكثر اعلى. الحراره تزداد كل ما تنزل 3 متر، كل ما تنزل 100 متر. بس مو بالمفروض انه اذا زادت الحراره تنصهر اكثر المواد؟ الا لا، وصير الحديد الوحيد هو اللي يقدر يتحمل 6000. الله تعالى يقول: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد يتحمل كل شيء. المعادن الاخرى لن تستطيع. الارض عباره عن حديد ونيكل في قاع البحر، في قاع الارض. اما المعادن الاخرى ما تستطيع. نواة